أسامة بن زيد ابن زيد بن حارثة وهو الذي ذكر أباه في القرآن الكريم، اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم زيد بن حارثة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ابن أسامة. أسامة كان عنده كم سنة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه على الجيش، وكان في الجيش أبو بكر وعمر، كان عنده يعني يقول المؤرخون كان عمره لا يتجاوز 20 عام، رواية تقول كان عمره 17 سنة، يعني ما وصلش 18 سنة، ولا قائد الجيش. الجيش كان فيه أبو بكر وفيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني شوف نظرة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب، لم يقل صلى الله عليه وسلم دعهم الآن في 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 أمور حتى يكبروا. لو نظرنا إلى الشباب على أنهم أطفال سنخرج إلى المجتمع معاقين اجتماعيا، لا يتحدثون عن الإسلام، لا يتحدثون عن الدين، لأننا أبعدناهم ونظرنا إليهم على أنهم أطفال. لا ينبغي أن ننظر إلى هؤلاء الغلمان، وأن ننظر إلى هؤلاء الفتية، وأن ننظر إلى هؤلاء الشباب على أنهم أطفال، وإنما لابد أن ننظر إليهم من منظور الشريعة الإسلامية ومن منظور النبي صلى الله عليه وسلم.